من فلسطين في قلب سيد عبد الرحمن مهدوي. كما شاهدت أنصار يعني يستحقون كل الخير، خاصة في مواجهة اليوم في الطريق نحو كأس العالم لثالث مرة على التوالي. كيف يعني تعلق على هذه الأجواء قبل أن نتحدث عن المواجهة؟ حقيقة الصورة اللي شفناها تبين كل عمق الجزائر، وتعطي رسالة للجميع، يعني خاصة كل حد وصوب. ونعرف هذه المباراة هذه راه عندها صدى كبير عالميا، وتحس لي كلمة تشوف هذا الشيخ وتشوف شبان وتشوف للجزائر، وخاصة الكرة مبنية لدى الأساس الاجتماعية والثقافية والروح، الروح الكاملة، الروح اللي مبنية عند الجزائريين، حب الوطن. شفنا الراية الجزائرية في الملعب، شفنا أشياء كثيرة اللي تبين لي المنتخب الوطني ماهوش فقط كرة، ولكن أشياء كثيرة اللي نجم نستفيد منها. وبطبيعة الحال اللاعبين أنا أظن والفريق الوطني يشعر بهذا، كل ما نفوتوا نعرف في الجزائر، لما نحضر الفريق ونحضر اللاعبين نحضرهم بهذه الأشياء اللي ممكن تحفزهم أكثر في المباراة، باش نبني ونأكد على الروح القتالية في الميدان. طبعا هي أجواء جميلة وجميلة جدا من على المدرجات. تحدثت عن اللاعبين اليوم سيواجهون منتخب يسمى بمنتخب الأسود غير المروضة، طبعا نتمنى بأن تكون غير مروضة أو لا تكون اسم على مسمى اليوم. هي في الحقيقة أنا متفائل كثير بالمباراة ومتفائل كثير بالمجموعة، والنخيب الوطني نظن اختار لاعبين اللي يناسبوا المباراة حاليا. زيادة على هذه، اليوم النخيب الوطني أو جديد راح يبني التحضير نتاعو بالأشياء اللي كسبت الجزائر وكسب الفريق الوطني. اليوم الفريق الوطني في حالة جيدة بالمشاركه نتاعو الى كاس العالم، صحيح. بالاداء نتاعو في الميدان، وحتى المباراه اللي اداها في تشاكر كانت كل يوم فيه نتيجه ايجابيه والاداء كان طيب، وبطبيعه الحال الجمهور راح يلعب دور كبير. انا نظن التحضير، واليوم الفريق تاعنا ما يخشعش حتى الى الفريق اسمه كامرون، نحترموه طبعا بالاداء نتاعو باللاعبين نتاعو بالنتائج نتاعو، ولكن اليوم نعرف اللي احنا تنقول احنا كجزائريين كفريق وطني رانا في رواق احسن، وضروري نكون في ثقه كبيره لان نكسب اشياء كثيره. والحمد لله الفريق الوطني فردين وجماعيين ان شاء الله، نقول ان شاء الله لان المباراه عمرها ما تلعبت مقبل، ولكن الى يكون التحضير يكون جيد ان شاء الله ما يكون حتى اشكال في الميدان. طبعا تحدثت عن الناخب الوطني الجديد الصربي ميلوفان رايفاتس، هذه ثاني محطه رسميه لهذا المنتخب منذ توليها العارضه الفنيه للخضر. ربما هذه المحطه ستكون الاهم، وهي نعتبرها يعني هي الاولى بالنسبه لهذا المدرب والاختبار الاول لهذا المدرب. ربما سيكون امام الامر الواقع امسيه اليوم، سيكون ربما تحت ضغط كبير. يعني اليوم الناخب الوطني نظن راح يكتشف اشياء كثيره عند اللاعبين، يكتشف حاله جديده بالنسبه ليه. نظن هو بالخبره نتاعو بالامكانيات نتاعو، لانه هو عنده تجربه مع المنتخب الوطني، راح يستغل هذه الاشياء اللي ضروري تكون في الميدان. فردين شفت لما نشوف التشكيله اللعاب المدرب والناخب الوطني راه اكثر بنى الفريق على المنطق وعلى الفاعليه. انا نظن راح يكون ممكن، ما نعتبروش اختبار، نعتبره مرحله اللي راح يجوزها مع الفريق. وبطبيعه الحال اليوم الدور تاع اللاعبين اكثر من الدور تاع تعتبر ان خبره المدرب مع المنتخب الغاني في وقت مضى ستفيده اليوم؟ هي الممارسه في خاصه من الجانب النفسي، هو يعني ممكن يعرف عنده معرفه على الفريق الكاميروني وعلى الفريق على اللعب اللاعبين الافريقيين، ولكن لا تكتفي في الحقيقه، لان كل فريق عنده خصوصيات. والفريق الجزائري حتى الفريق الخصم راح كل مباراه هي مباراه جديده، صحيح. ممكن يكسب الخبره ويتمسك بعد الظروف بعد من الاشياء اللي واحد جديد راح تصعب له، ولكن هو ظل ما يكونش عنده صعوبات وراح يمشي مع المباراه. والدور نتاعو وقت راح يتبنى في الكوتشينج نتاعو مع البدايه، مع قبل المباراه التحضير قبل المباراه، وفي المباراه في الكوتشينج كيف يصير الفريق في الميدان. هذه ممكن ننتظر منه الكثير باش الفريق واللاعبين يكون عندهم توجيهات في الحال
هذوما التوجيهات الحقيقيه. طبعا سنشاهد التشكيله الاساسيه التي سيدخل بها الخضر هذه المواجهه، اذا دائما في حراسه المرمى رقم واحد بالنسبه للمنتخب مبولحي في حراسه المرمى، زفان وغلام وكادامور ومرجاني في الدفاع، بودبوس تايدر قديورا في الوسط، وكذلك الثلاثي الخطير والمعول عليه كثيرا نجمي ليستر سيتي رياض محرز وهلال العربي السوداني. انت نبدا بحراسه المرمى سيد مهداوي، رغم انه مبولحي يتواجد خارج المنافسه تماما الا انه يبقى الرقم واحد بالنسبه لكل مدرب يمر على المنتخب الوطني. اظن لما نشوف حاله تاع المنتخب الوطني مد وجود مبولحي كل يوم في وقت حتى سعدان كل ما نتكلم على قضيه الحارس مرمى نقول لي للاسف، لان كان ممكن علينا باش نحضر هذا ما نبقاش 10 سنوات وحنا ماسك في لاعب واحد، ولكن اليوم نظن لما نوصل في المنافسه والمنافسه تتطلب نتيجه كل شيء راح يتركز على النتيجه، مبني على النتيجه، هذا اختيار لاعبين، ويقول لك من احسن نختار لاعب اللي عنده الخبره، خبره المنافسه الدوليه، احسن ما نمشي مع لعاب محلي خاصة، ولا نقول لعاب الحارس الثاني أو الثالث ما عندوش تجربة كبيرة وما عندوش مشاركة كبيرة. اليوم هذه هي اللي ممكن لما توصل للناخب الوطني يقول لك أنا نختار خبرة، وخاصة المركز حساس، المركز حارس مرمى حساس، ويطلب تان لما نختاروه اللاعب اللي يتميز بقدراته باش يقيد الفريق و معناتها ماسك بالظروف. نعم. حتى زياده على ذلك نظن كان الاختيار تاع مبولحي مبني على اللاعبين على الفريق. الاختيار ماهوش فقط من جانب الناخب الوطني، حتى اللاعبين نحاول باش نصيب علاقه طيبه ما بين اللاعبين، والحارس مرمى لما يكون عنده علاقه طيبه مع المدافعين راح يتميز اكثر ويكون فعال اكثر، لهذا نعم الناخب الوطني بخصوص هذه القضيه وبقضيه يعني اختيار مبولحي دائما قال بانه هذا الحارس يملك شخصيه قويه، هل يعني شخصيه اي لاعب تفرض يعني ان يكون دائما داخل القائمه رغم انه بعيد كل البعد عن المنافسه، هل شخصيه يعني مبولحي تفرض بان يكون في التشكيله الاساسيه؟ شوف لما نتكلم على الشخصيه ما تنحس نقول الشخصيه ماهوش فقط اللاعب اللي يكون يتكلم او، ولكن نعم. اللي عنده يكسب الخبره يكسب عنده اشياء كثيره اللي يقدمها. اليوم مبولحي نقول مباراه ام اثنين، ولكن كل مباراه ادى اللي عليه وقدم اشياء كثيره كثيره للفريق اللي تطمئن اللاعبين وتطمئن الفريق وتطمئن حتى الجمهور بصفه عامه. مبولحي الحق لدرجه اللي يطمئن المدافعين تاعو يطمئن الفريق، حتى احنا بكل صراحه احنا نقول انصار لما نشوفوا مبولحي نرتاحوا، لان مبولحي عنده الخبره ودار مباراه طيبه ومستوى عالي خاصه في كؤوس عالميه. دائما يعني اداؤه في المونديال يشفع له دائما في المباريات الاخرى. مبولحي ارجعك لاعب اللي ممنوع نقول ممنوع يتخلى من الفريق وحده، ثاني شيء البديل تاعو ما كسبنا ما حفظناش على البديل تاعو، اختارينا للاسف هذه ممكن اخطاء اللي نوجهها ممكن لتكوين نقول الفريق الوطني، ما عرفناش كيفاش نكسب. انا نقول لو نختار حارسين اثنين او ثلاثه ونبقى نستمر معهم مهما كان ظروف الشيء اللي كان موجود في السابق يعني تكوين بدائل يعني هي كان كنا نعرفوا الحارس المرمى الاول هو مبولحي والثاني كان زيماموش والثالث دوخه، لو نستمر هذه نبقى نستمر حتى ممكن ما نحيرش. اليوم نحير، اليوم وصلنا لدرجه انه مبولحي بعد خاصه يعني بعد 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 ذهاب نقول ذهاب او عدم قدوم زيماموش ودوخا، اليوم حتى الى اصلا عنده امكانيات حتى صالحي عنده امكانيات، ولكن الوقت يعني انت ترى بانه سوف لن تكون هناك منافسه من قبل عسلة والحارس الجديد الوفد الجديد للخضر الرحمن. انا بكل صراحه شوف انا اليوم متمني اليوم مع الناخب الوطني هو جديد من البدايه يعرف ما هو الثاني ما هو الثالث باش نبقى نستمر، ولكن نعطيه نحاول باش نعطي لهم فرص
باش الحارس تاعني يكون تان منافس. مع انه الناخب الوطني كان صرح من قبل بانه رحماني سيكون مستقبل يعني حراسة المرمى في المنتخب. شوف هذا انا ما مش بهذه الامور هذه بكل صراحه، لان كل سنه نقول فلان فلان فلان، ولكن عدم استمرار. الاستمرار راح يبقى مع النتائج، مع العمل اللي يكون يديه الناخب. طيب نتحدث الان عن الدفاع، هناك زفان، غلام، كادامور ومجانية، شارع الرياضي، يعني كله متخوف من محور الدفاع. كادامور رفقة مجانية، هل يمكن لكادامور أن يصنع أو يصنع اليوم الاستثناء؟ احنا كل يعني انتقد استدعاء المدرب لهذا اللاعب الذي ينشط في نادي سيرف جناف السويسري درجة ثانية. شوف الانتقاد ممكن منطقي، لأن اليومين هذا ما عرفناش انك ما حصلناش على ثنائي دائم وثابت في المباراة. كل ما عندنا إشكال كبير، خاصة تنقلت إلى مجاني كقلب دفاع حتى إلى محور، إلى في المحور في وسط ميداني. هاد التغييرات هادو تم ممكن ما عطاتش قاعدة ثابتة للفريق، خاصة في الدفاع. اليوم نقول ما فيش حلول أخرى، فيه مباراة قوية ضد فريق الكاميرون، ضروري يكون لاعبين اللي عندهم الخبرة والتجربة وإمكانيات. اختار لاعبين راه يبني فريق الناخب، بنى دفاع على حساب اللاعبين يستدعاهم. ونظن في الاختيار، اختيار هذا هو منطقي. غياب كذلك ماندي وبالقروي ما يأثرش غيابهم يعني. شوف انا غيابات تاع اللاعبين بكل صراحه، قول في المنتخب الوطني اي غياب ما راحش يأثر كثير، الا اللاعبين اللي ممكن نقول اليوم ممكن مع سليماني كراس حربة نقول غيابه راح ممكن يأثر على نوع ما، لأنهما هدافين. ولكن عموميا اللاعبين لما يغيبوا في الدفاع أو في الوسط ما راح يكون أثر كبير في الفريق. تحدث عن وسط الميدان، بودو بوستايدر وغديولا. هذا قلت نزيد مرة ثانية، مرة أخرى تغيير الوسط الميداني تغير. اليوم دخول إقحام بودو بوسكا من البداية، هذه ممكن عنده فرصة اللعب باش اليوم يأكد قدراته، راه يبرز في البطولة الأوروبية وخاصة في فرنسا. اليوم بودو بوس عنده فرصة كأساسي من البداية باش ينشط الهجوم، وعنده قدرات. اليوم واش نحاول باش نبني فريق ببودو بوس ونبقى نستمر على هذه. اليوم المنطق والفعالية هي دفعت الناخب الوطني باش يختار اساسي بودو بوس. اظن هذا الوسط راح بودو بوس اكثر ينشط الهجوم، وطايدر مع غديولا راح يحافظوا تان على الاسترجاع وريكوبيراسيون تاع لي بال، والنشاط الهجومي راح يتبنى بطبيعته بالاظهره تاعنا، خاصه غلام على الشمال وزفان على اليمين، وبودو بوس كمنشط هجومي. وان شاء الله نتمنوا باش اللاعبين المهاجمين كمحرز وسليماني و انت متفائل بالتشكيله في اختيار تشكيله؟ انا كلش انا متفائل من سابق، انا بكري متفائل وضروري نكون متفائلين، لان نكسب فريق لي يطمئن لي. اليوم نلعب، اليوم نلعب في شاكر في الميدان تاعي، عندي الجمهور راح يساندني، نعرف 90 دقيقه وساندني. الظروف اللي صالح زياده عندنا لاعبين ما شاء الله، اليوم ما نقول بعض المراكز، ولكن عموميا عندنا لاعبين في المستوى قادرين يعطوا الفرحه للشعب الجزائري. وانا اليوم ان شاء الله بك يكون السيناريو اللي نتمناه هو من البدايه وحنا في الميدان ندخل بقوه كما العاده، لان العاده تاع المنتخب الوطني لما يدخل بقوه ويسجل راح يمر على مباراه تكون لصالحه طول. طبعا تحدثنا عن الغيابات، هناك غياب ركيزتين من ركائز المنتخب عن التشكيله، يتعلق الامر بابراهيمي وفيغولي. هما نظن نقص المنافسه هي اللي ممكن ما سمحش باش ما سمحولهمش باش يكونوا اساسيين، هم اساسيين في الحقيقه، لان نعرف كيف يغولي كي ابراهيمي اداوا شيء جميله مع الفريق الوطني، هم كان من الكادر تاع الفريق اللي قادرين يمشوا وثاني يغيروا ثاني الاجواء. اليوم نقص المنافسه ما سمحتلهمش باش يشاركوا، ولكن نظن المباراه فيها 90 دقيقه وممكن ثاني يكونوا سعداء في يكونوا. نعم تحدث دائما تحدث عن هذين العنصرين البارزين في المنتخب، مصادرنا قالت بانه اثاروا بلبلة امس مع الناخب الوطني حول هذا حول هذه الخيارات، ولم يتقبلوا فكره الجلوس على مقاعد الاحتياط. كيف تعتبر هذا
يعني الخروج عن الطاعة مثلا؟ شوف لا 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 لا, 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 لا لا ما نظنش. شوف اي فريق فيه بعض الاحيان فيها اشياء في هذه الامور لما تكون خلافات بسيطه هذا هم الرغبه نتاعهم ما نسبتش ممكن المقابله، وهذا قرار تاع الناخب. انا نظن ممكن كان في غولي وبرامي كاساسيين من السابق حقيقه يكسب الفعاليه وقادرين ثاني يؤديوا مباراه في القمه، لان هذا منتخب وطني. نعم. هذا اختيار اليوم الاحترافيه تطلب باش هما يتوقفوا على التصرفات غير معقوله، ولكن شيء عادي. انا نظن يبقى خيار المدرب يعني هذا وضروري نحترموا الخيار تاع اي مدرب، تصرفات غير منطقيه يعني ليس لديهم الحق في التدخل في ما اختاره المدرب، هو ادرى ربما بالتشكيله وادرى باللاعب اللي يكون جاهز. اظن اخ حسام اظن لي شوف لما ممكن المدرب ما عرفش كيفاش يكومينيكي مع اللاعبين، كان ممكن يحضرهم، لان نحضر اللاعبين حتى في التدريبات نفسي ربما هذا ياثر عليهم لما يدخلوا في الميدان وحطهم في الاحتياط. ونظن لو انا هذه هي ممكن النقائص تاع المنتخب الوطني، كان ممكن لو يكون حوار ما بيناتهم مقبل او في التحضير، لان تحضر الفريق نتاعك ماهوش فقط نحطه في اخر لحظه نعطي التشكيله الاساسيه. الا ترى مثلا بانه وضعيتهم الصعبه مع ناديهما، نتحدث عن ياسين ابراهيمي في بورتو الذي اضحى يعني خارج حسابات مدربه، سفيان في غولي عائد من اصابه، الا ترى بانه خاصه بالنسبه لابراهيمي اراد التالق مع المنتخب لتحسين وضعيته مع النادي؟ بكل صراحه شوف نكونوا شويه واقعيين وما ننساوش حتى الماضي، الانسان ما يكونش نكر الخير، هاد اللاعبين في اثنين اداوا شيء اعطاوا للفريق الوطني وباقيين يزيدوا يعطيوا للمنتخب الوطني. اليوم الشيء اللي صار ممكن راح ياثر نوعا ما على الانضباط العام، ولكن ماهيش هي هاد نعطوا فرصه للجميع باش نهدموا هاد اللاعبين، العكس لازم نفهموا الوضع نتاعهم حقيقه لو تصرفوا بهذه الطريقه، لان هما كان ممكن المنتخب الوطني وهذه المباراه هذه راح تعطيهم معناتها لما يشاركوا ممكن يساعدهم باش يشاركوا مع النادي نتاعهم كي بورتو كي الفريق، ولكن لما ما يشاركش راح يزيد ياثر نوعا ما مع النادي نتاعو وتكون عنده اشكال اخر. لهذا التصرف نتاعو كان متمني لاعب كي ابراهيمي كي في غولي باش يشارك مع المباراه ويدي مباراه كبيره باش يمشي النادي نتاعو يمشي قوي ويمشي باش يفرض نفسه في التشكيله الاساسيه. انا نظن هذا الامر هذا ما يلزمش نكثروا عليه، العكس نخلوه في الاسره المنتخب الوطني يبقى ما بين لاعبين في لاعبين مع الناخب الوطني، راح يكون اتصالات لان سوء تفاهم اللي يسمح لهم ممكن باش يتصرفوا هكذا. ان شاء الله احنا هذه كبدايه وهذه غير هذه نقول حاجه صحيح. ايجابيه لان اللاعبين فيتين باغيين يشاركوا. نتحدث كذلك عن المنتخب الوطني، نتحدث عن المنتخب الخصم، ربما تراجع ملحوظ لهذا المنتخب الكاميروني في ساعات الاخيره في السنوات الاخيره، لكن يبقى اسم منتخب الكاميرون بتقاليده وبقوته وبعرقته على المستوى الافريقي، لذا يعني الحذر يبقى مطلوب. حقيقه حذر كبير، نعرف الكاميرونيين من السابق وباغيين لحد الان، حتى الشبان اللي موجودين عندهم رغبه كبيره، ولما يوصل في مباراه وديه ضد فريق الجزائر نعرف كل افريقي راح تم يمد كل شيء. الجزائر تان الجزائر في افريقيا فريق محترم وقوي وكل الفرق يخشوا من الفريق هذا، لهذا اليوم بالنسبه للكاميروني راح يؤدي مباراه العمر بالنسبه ليه. نعم. لهذا ضروري يكون حذر كبير وكل لاعب في المنصب نتاعو يحفظ على، لان عندهم ممكن يخرج يبرز بعض من اللاعبين وكل سنه اللاعبين الجدد يكتشفوا في هذه البلاد. طبعا التصريح الاخير قبل وصوله الى هنا الجزائر المدرب هوغو بروس قال بان المنتخب الجزائري قوي جدا والانهزام امامه امر طبيعي، ربما الكثير اخذ بانه هذا التصريح مفخخ نوعا ما، يعني فيه نوع من الحرب النفسيه على التشكيله الوطنيه. قال بأن المنتخب الوطني هو الأقوى، هو شارك عمل في الجزائر ويعرف صحيح. نعم. يعرف حساسية الجزائري ويعرف كيفاش أو عمل في تيزي وزو، يعرف للجزائريين لما تنقصهم أو كما يقول تبروفوكيهم راح يكون أكثر محرش أكثر، لهذا يقول أن نعرف الجزائري ممكن راح تحافزوا أكثر لو تنقص له. هو العكس، هو هي حقا هو ممكن كان منطقي في الكلام تاعو، قال عندي فريق جديد والفريق الجزائري قوي، هذا الشيء هذا الجانب النظري
هذه قاعده معروف، ولكن في الميدان احنا كيما نقولوا باللهجه نتاعنا يقول لك كلهم كلنا 90 شهر. نعم. وكل عاب راح يمدل عليه، وممكن راح ينقص هذا الحراره الجزائريين باش ما يكونوش ما يدخلش في الغيره ويزيد لهم حراره اكثر اللي ممكن ماشي اللي يصلحوه. طبعا سيد مهدوي قبل ان اختم معك، هل ترى الان بان المدرب والمنتخب قادرين اليوم على فك العقده التي دامت لسنوات؟ المنتخب الكاميروني الذي يعتبر نقطه سوداء بالنسبه للمنتخب، المدرب وعد في الندوه الصحفيه الفارطه بانه سيفك هذه العقده، ووعد الحر دائما عليه. هي هو راح يغتنم الفرصه، لان هو وجوده راح يكون هو نفس الشيء مع الناخبين السابقين باش يخرج يكون اشياء تكون حاجه لصالحه. اغتنم الفرصه اللي باش نعرف اللي مع الكاميرون كلنا عندنا مازال عندنا النقطه السوداء هذه، ولكن يعرف للفريق الوطني احنا اليوم في قدرتنا، لان اللاعبين تاعنا مشاركتنا والنتائج لصالحنا نظن هذه راح تكون لصالحه ولصالح الفريق باش اليوم نغتنم الفرصه باش نتغلب على الكاميرون، وان شاء الله الشيء راح يكون في الميدان. مهم انه السيد عبد الرحمن مهدوي انت متفائل بفوز المنتخب الوطني اليوم وتحقيق النتيجه ايجابيه لتكون هذه المواجهه المفتاح بالنسبه للخضر في طريقهم الى المونديال. اشكرك جزيل الشكر على رحبه صدرك وعلى تواجدك معنا السيد عبد الرحمن مهدوي الناخب الوطني الاسبق. اذا قبل ان اختم معك